تدفع الاداءات نتاع البلديه اللي تدفع فيها في الكرم وفي المرسى وفي عندك المصداقيه وعندك الحريه باش تحكي وواثق من روحك انك صادق العمل. ما يمثلنا حد ثاني، ماهوش يمثلنا حد، شباب هذا المعتصم اللي بيتكلم باسمه تو ما يمثلنا حد احد، وخاصة هكا اتحاد الشغل. هو سبب هذا نقول لك حاجة، التوضيح واضح، تنظيم بطاقة سحرة، تنظيم عروض الشغل. بلاغة نقول سؤال كبير. الوعود راهو تحتاج ان مش نقلل القيديان ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمان. اليوم الشباب ما جاش فقط يحتاج، جاي يقدم حلول عمليه للوفد الوزاري. الحلول العمليه هذه واضحه وثم اتفاقيات سابقه نحب نفعلها، اللي هي عندنا شركه البيع اللي تنجم تستوعب 1000 ولا 1200 خدام، ومعناه والدوله مصح عليهم فهمتني في 2014. اليوم لحد الان يمكن تقريبا اللي يخدموا فيها اقل من 50 واحد. عندنا اتفاقيه كذلك معناها في 2014 اللي 70% اللي يخدموا في الصحراء يكونوا من ابناء الجهه. اليوم عندي لو من على الوفد الحكومي وعلى السيد كاتب الدوله اللي تدخل منذ قليل وقال لي احنا عقد الكرامه لجماعه عقد الكرامه يمشي يخدموا في الصحراء في الشركات البتروليه. احنا اللي عندنا اعتراض شديد جدا على المشروع هذا، لان عقد الكرامه هو مشروع وطني تتمتع به ناس كل سواسيه. اللي يتمتع بعقد الكرامه ينجم يلقى العقد هذا حتى في مؤسسه صغرى، معناها مش اشكاليه، نجموا يتجاوزوها. اليوم هذا اليوم عقد الكرامه هو شكل من اشكال التشغيل الهش، فواضح ولا؟ والشباب هنا رافضين جمله وتفصيلا. منطقه جهويه غنيه بالبترول وبالغاز الطبيعي، المنطقه هذه خويا مهمشه من سنين ربي، ايامات الثوره داروا لهم ثوره وحريه وكرامه معناها بمطالب وكذا وما يرونوا منهم شيء. شباب بطال يخدموا مساكين يعاونوا في ديارهم باش يخلصوا ماء وضوء وفاتورات وما ثم شيء، مش لاحقين. ماذا بينا شباب الجهه يخدم قبل الاخر على خاطر هو ينتفع، خاطر الشركه في بلاده في ترابها في محله لازم يرتفع بها.